السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط المسيرة جوج. في هذا الفيديو هذا غادي نناشدو السيد الوالي اليعقوبي. المسيرة جوج خاصة واحد الالتفاتة كبيرة وخاصة واحد الخدمة كبيرة وكبيرة بزاف، وحنا كلنا ثقة في السيد الوالي والمجهودات الكبيرة المبذولة، خصوصا بعد توليه المهام هنا بعمالة صخيرة تمارة وبعد التغييرات الأخيرة. اللهم لك الحمد، لمسنا التغيير في مجموعة من النقط والشوارع بمدينة تمارة، لكن اليوم مطالب الساكنة هنا المسيرة جوج. المسيرة جوج اللي بقى فيها مجموعة من الأمور العشوائية في أغلب الأحياء ديالها. مني كنهضروا على الأحياء كنهضروا على العشوائية، كنهضروا على أمور اللي هي سلبية للغاية. بشارة خير للناس ديال ديور السبعين، والخدمة اللي كدار فوق الكوميسارية سونترال، والخدمة اللي كدار في ولاد مطاع، والخدمة اللي دارت في دوار بن ناصر وأهل الحارت، والشارع اللي كيتفتح والشوارع اللي كتصلح. اليوم الساكنة ديال المسيرة جوج تمني النفس وتناشد السيد الوالي اليعقوبي من أجل الشروع في العمل في الأشغال داخل الأحياء الشعبية هنا في المسيرة جوج. في المسيرة جوج كاينين زناقي ضيقين وزادوا ضاقوا ضيقة على ضيقة وتكرفسوا بزاف. في المسيرة جوج خاصة خدمة كبيرة، واليوم كنبغيو نوجهوا رسالة للجهات المسؤولة بدون استثناء، وحنا مقبلين الحمد لله على تغييرات مهمة. فالمسيرة جوج تعاني في صمت رهيب، المسيرة جوج تعاني في صمت رهيب، مع العلم نتحدث عن أحياء اللي كانت من الأوائل هنا في مدينة تمارة. فنتمنهم الله الخير والتيسير، وأكيد الأشغال جاية في الطريق. ربما بعض الملاحظات اللي لاحظوها الناس أو الساكنة ديال المسيرة جوج عندها تخوف أن الأشغال ما توصلش للمسيرة جوج من خلال بعض الأمور اللي كتشاف بالعين المجردة، لكن كلنا متفائلين، خصوصا مع المجهودات اللي كيقوموا بها رجال السلطة وكذلك السيد الوالي اليعقوبي اللي صراحة واقف على كل كبيرة وصغيرة، ربما كل حاجة بالدور ديالها. لكن كنتمنوا أن المسيرة جوج ما نغفلوش عليها، لأنه كتعتبر الرئة ديال مدينة تمارة. المسيرة جوج والكثافة السكانية اللي فيها والمشاكل اللي كتخبط فيها الساكنة فخاصها خدمة كبيرة وكبيرة بزاف. تمارة المسيرة واحد هنا كنشوفوا أن الأشغال كاينة في ديور السبعين، الأشغال في سوق آل الحارت، الأشغال في طلعة الشيخ الضاوي خلف المديرية العامة للأمن الوطني مدينة تمارة، الأشغال في الوفاق، الأشغال في شارع طارق بن زياد، شارع محمد الخامس. الخير مازال جاي لقدام، وأكيد كل الانتظار من أجل انطلاق الأشغال في المسيرة جوج. نمني النفس كذلك بحكم التتبع ديالنا الأشغال وآخر تطورات في مدينة تمارة، كنتمنى من الله أن الشارع شارع مولاي علي الشريف شوفوا في حلة جميلة، في حلة جديدة، لأن الوضع اللي عليه صراحة خاصو الخدمة. كذلك شوارع أخرى أحياء شعبية في المسيرة جوج تعاني في صمت رهيب. كاين زناقي اللي راه مدوش، هادشي غنرجعو ليه إن شاء الله الإخوة بالتفصيل، وهادشي كامل باش نشوفو مدينة زوينة، مدينة نقية، وكلشي إن شاء الله يكون فرحان، والله يسخر الأمور، والسلام عليكم.